السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعار الذهب اليوم 31/7/2022 في مصر، وارتفاع كبير في أسعار الذهب يا جماعة. سجل الذهب العيار 24,157 جنيه، الذهب عيار 21,012 جنيه، الذهب عيار 18,867 جنيه، عيار 14,675 جنيه، عيار 10,482 جنيه، الوقية الذهب ب 35,969 جنيه. من فضلك اللي ما اشتركش في القناة يشترك في القناة ويفعل الجرس ويدعمنا باللايك ليصلكم كل جديد، وأشكركم جداً.